الله يسمع منك وان شاء الله يكون نفسي وتتكوني نفسك. وكنا تعليق شاريت على فيديو وحده كاتبت ليش اسعاره غاليه، كتبت لها بدي اكون نفسي ايش الشقه، فهي كاتبت نكون نفسك اصلا. شوفي انت ملاحظه ايش كم صفحه مال اهل مكياج قويه، صفحات قويه 13 14 قويات، ملاحظه ولا واحد منهم يذكر الاسعار؟ ما حد يذكر الاسعار ابد. ليش؟ ليش ما يذكرون الاسعار؟ انت تعرف ليش؟ بينما ملاحظه اني كل فيديو اذكر سعر. بس هنا اكو عندنا مشكله، يعني هذا مثلا اذا اجيب الاصلي مالته لو ب 60 لو ب 70 مثلا، يعني مثلا اذا اجيب هذا ونشره واقول ب 30 لو اقول ب 40 تصير ملاحم طلقات تصير. جايب العادي مالته، جايبه كعلمته العادي، جايب العادي مالته ب 5000. هذا من انشر الاصلي مالته واقول ب 15 تصير ضجه بالتعليقات، ليش دعوه 15 ماخذينه ب 2000 ماخذينه ب 3، هذا ب 2000 وب 3، كل شيء شبهه. هذا العادي مالته بالسوق ب 5000، نشرته قلت ب 30، اصلي ب 30 والله يطلع ب 25 لو ب 26 لو ب 27 ويا السوق. فالشيء الاصلي هو سعره غالي، اما الشيء العادي مثلا شوفي اكو بعض الصفحات ينشرون اشياء عاديه يذكرون سعرها، يسوون لك باكج كامل ايش كبره وايش قده بسعر 30، تقولون اه والله هذا المحل رخيص، هو كل حاجه ب 1000، هو اللي ناشره ب 25، اذا انا اوفر لك اياه بعلك اياه ب 20 هو بربع خير من الله. فاني انشر الاصلي اذكر سعره، واقول اصلي انشر العادي اذكر سعره. فانت فكري ليش باقي اهل المحلات ما يذكرون السعر؟ وانا قبه علي القبه، انا اذكر السعر، يعني ما اخاف من اسعار، اسعاري كلش احتياديه. وما تقولين كونت نفسك، والله بنفسي هواي اشياء بعد، اذا حشد شان الفيديو يصير ساعه، خليها والله يدربهم.